ويعترف بإخفاق مجلس الأمن في إعلان وقف إطلاق نار عالمي. وضمن أبرز أخبارنا الاقتصادية تتابعون أيضا: مع دخول اتفاق خفض الانتاج النفطي حيز التنفيذ، أسعار النفط تشهد ارتفاعات بعد انخفاض كبير لمتوسط الأسعار الشهر الماضي. وتتابعون في الأخبار الرياضية: عودة محتملة لمنافسات الدوري البرتغالي لكرة القدم خلال الأسبوع الأخير من شهر مايو الجاري. أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 99 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا، ليرتفع بذلك العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة إلى 2447 حالة. وتود الوزارة التأكيد أن 495 حالة قد تماثلت للشفاء. تعليمات وزارة الصحة للحماية من فيروس كورونا: تنظيف اليدين بالماء والصابون بشكل مستمر، تجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين، اتباع العادات الصحية عند العطس والسعال، التقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي، عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة، الالتزام بالعزل الصحي والتباعد الاجتماعي يقي الفرد والأسرة والمجتمع من فيروس كورونا. حافظ على صحتك. أبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أسفه إزاء عدم مقدرة المجتمع الدولي على وضع آلية قيادة قوية للحد من انتشار مرض فيروس كورونا كوفيد-19. كما قال غوتيريش إن الخلاف في مجلس الأمن الدولي يصعب إصدار قرار دولي من شأنه أن يؤيد دعوته لوقف إطلاق نار عالمي. من المؤسف أن يعجز المجتمع الدولي عن وضع آلية قيادة قوية لمحاربة الجائحة. كنت آمل أن تتوافق دول مجموعة العشرين الاقتصادية الكبرى على اقتراح بآلية تنسيق في التعامل مع تفشي الفيروس الفتاك، ولكن من الواضح أن المجتمع الدولي منقسم في لحظة كان يتعين أن يكون فيها أكثر اتحادا من أي وقت مضى. وقعت شركة أدوية بريطانية اتفاق شراكة مع جامعة أكسفورد لتطوير لقاح ضد فيروس كورونا يجري العمل على اختباره سريريا في بريطانيا. وبدأت الأسبوع الماضي التجارب السريرية على اللقاح الذي سيعرف باسم تشادوكس 1 إنكوف 19، وقد تطوع مئات الأشخاص ليكونوا جزءا من الدراسة التي تلقت تمويلا من الحكومة البريطانية بأكثر من 24 مليون دولار. وقالت جامعة أكسفورد إن المعلومات حول المرحلة الأولى من التجارب قد تصبح متاحة الشهر المقبل. يأتي ذلك في وقت أعلنت الولايات المتحدة أن عقار رمديسيفير أظهر أثرا واضحا في مساعدة مرضى كوفيد-19 على التعافي، معتبرة أن ذلك يشكل دليلا على أنه يمكن وقف فيروس كورونا عبر الدواء. قالت وكالات المخابرات الأمريكية إنها تتفق مع الإجماع العلمي بأن فيروس كورونا المستجد لم يكن من صنع الإنسان أو معدلا وراثيا، لكن مدير مكتب المخابرات الأمريكية أكد أن الأجهزة الاستخباراتية تواصل بنشاط دراساتها لتحديد ما إذا كان تفشي المرض قد بدأ من خلال الاتصال بحيوانات مصابة بالفيروس، أو ما إذا كان نتيجة حادث في مختبر في ووهان.
وتأتي تأكيدات المخابرات الأمريكية لتتناقض مع اتهامات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصين بأنها خلف تخليق فيروس كورونا. ونبقى في الولايات المتحدة، حيث تحدت مقاطعة دوك في ولاية كاليفورنيا إجراءات الغلق وسمحت بافتتاح المطاعم وأنشطة تجارية. تزامن ذلك مع احتشاد متظاهرين حول مبنى الكابيتول في ولاية ميشيغان للمطالبة بتخفيف إجراءات الحجر المتخذة في إطار مكافحة فيروس كورونا المستجد. وتمكن عدد من المتظاهرين المسلحين من اقتحام المبنى بينما كان برلمانيون يعقدون اجتماعا. وتسببت القيود الاحترازية في فقدان العديد من سكان الولاية لوظائفهم، ما دفعهم إلى معارضة تلك القيود. أعادت الصين افتتاح حدائق ومتاحف في العاصمة بكين بعد أشهر من الإغلاق على خلفية انتشار وباء كورونا المستجد. ونظمت السلطات الصينية دخول السياح إلى المدينة المحرمة بالسماح ب5000 زائر يوميا مقارنة ب80,000 قبل الوباء، فيما فتحت الحدائق 30% من مرافقها وأنشطتها. ولليوم 16 على التوالي لم تسجل الصين أي وفيات جديدة، وتم تخفيض مستوى الاستجابة الطارئة للفيروس، ولكن إجراءات التحقق من درجة الحرارة والتباعد الاجتماعي لا تزال سارية. النشرة مستمرة من مركز الأخبار وفيها بعد الفاصل. نشاط صيد الأسماك بمحافظة مسندم، وفرة في المعروض رغم تأثيرات جائحة كورونا. عدم الالتزام بتوجيهات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كورونا يعرضك للخطر والمساءلة القانونية. حافظ على صحتك. تشير تحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة إلى تأثر أجواء السلطنة بأخدود من منخفض جوي اعتبارا من يوم غد السبت وحتى الاثنين المقبل. وأفادت الهيئة العامة للطيران المدني في بيان بأنه من المحتمل أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم مع فرص لهطول أمطار متفاوتة الغزارة قد تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح نشطة وتساقط لحبات البرد على محافظة مسندم، تمتد تدريجيا لتشمل محافظات البريمي والظاهرة وشمال الباطنة وجنوب الباطنة ومسقط والداخلية وشمال الشرقية وجنوب الشرقية. ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة على المناطق الجبلية والشريط الساحلي لمحافظة ظفار. ويصاحب الحالة الجوية هبوب رياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة إلى نشطة على محافظتي الوسطى وظفار، تؤدي إلى تصاعد الغبار والأتربة. ويكون البحر متوسط الموج على سواحل محافظة مسندم وبحر عمان، ويصل أقصى ارتفاع له 2.5 متر. وتدعو الهيئة العامة للطيران المدني المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار وجريان الأودية وتدني الرؤية الأفقية والتقيد التام بقرارات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، بتجنب الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى. رغم مرور العالم بجائحة كورونا كوفيد-19 وحلول شهر رمضان المبارك، إلا أن نشاط صيد الأسماك في محافظة مسندم
قد شهد وفرة وتنوعا في المعروض، ومع الإجراءات الاحترازية بإغلاق الحدود البرية شهدت موانئ المحافظة حركة تجارية بتصدير الفائض من أسماك المحافظة إلى الأسواق المحلية بالسلطنة عبر ربطها بموانئ المحافظات. تتميز محافظة مسندم بتوفر الأسماك على مدار العام وبجودة عالية وبمختلف الأنواع، ورغم مرور السلطنة والعالم بجائحة فيروس كورونا كوفيد-19 ومع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطنة ومنها توقف بعض الأنشطة، إلا أن نشاط صيد الأسماك ظل مستمرا وهو ما خلق توازنا في سوق الأسماك في المحافظة. بالنسبة لوفرة الأسماك ولله الحمد الأسماك متوفرة وبشكل جيد بالمحافظة، يتم بيع جزء من هذه الأسماك من الصياد إلى المستهلك بشكل مباشر، وجزء الآخر يتم بيعها إلى الأسواق المحلية في المحافظة وبأسعار مناسبة ومتناول الجميع. طبعا كلمة الشكر قليلة في حق التجار عندنا موجودين في المحافظة بشكل عام، طبعا جدا متعاونين معنا بالنسبة للتجار الموجودين في المحافظة وبولاية خصب بشكل تحديد. الحمد لله خلال الفترة يعني موجود الصيد كثير، يعني الحمد لله في القباب في القد في صاد في متروس الدنيا الحمد لله. عمليات الإنزال السمكي المتواصلة ومع الظروف الخاصة لمحافظة مسندم جغرافيا ومع إغلاق الحدود البرية للمحافظة في هذه الظروف الاستثنائية والتي تعد متنفسا للصياد والتاجر على حد سواء، أدت إلى توفر كميات الأسماك بشكل كبير وتوازن الأسعار مع كثرة المعروض محليا، بينما قامت وزارة الزراعة والثروة السمكية بالتعاون مع القطاع الخاص إلى إيجاد الحلول السريعة والمناسبة لتسويق تلك الكميات التي تزيد في كثير من الأحيان عن الحاجة المحلية للمحافظة، وذلك من خلال تصدير تلك الكميات إلى المحافظات المجاورة عن طريق النقل البحري بالتعاون مع الشركة الوطنية للعبارات. الحمد لله على كل حال، بالنسبة لكمية الأسماك متوفرة حاليا للاستخدام المحلي، وبالنسبة للأسعار الأسعار أشوفها مناسبة لكن نتمنى تكون أقل، يعني بالنسبة للكمية الحالية للاستخدام المحلي كفاية، وطبعا إذا في حالة أن في زيادة للأسماك طبعا تصدر خارجيا. عدم توقف نشاط الأسماك في محافظة مسندم حقق اكتفاء ذاتيا في الأسماك بالمحافظة، بل وأدى إلى فتح منافذ تسويقية جديدة داخلية وارتباط موانئ محافظة مسندم مع موانئ وأسواق محافظات السلطنة الأخرى، مما قد يعيد النظر مستقبلا إلى الجهات التي يتم تصدير أسماك المحافظة إليها. كميات وفيرة، أسعار في متناول الجميع، وأنواع متعددة من الأسماك، كل هذه نتاج الجهود التي بذلتها الجهات المعنية في السيطرة على سوق الأسماك في المحافظة. من ولاية خصب محافظة مسندم، نجم بن عبد الله الشحي. وننتقل إلى الأخبار الاقتصادية مع الزميل طلال الكلباني. حياكم الله. واصلت أسعار النفط ارتفاعها اليوم مع بدء الموعد المقرر لدخول اتفاق عالمي على خفض إنتاج الخام بعشرة ملايين برميل يوميا حيز التنفيذ. وارتفع سعر نفط عمان تسليم شهر يوليو المقبل، يبلغ سعر البرميل 28 دولارا و80 سنتا. وفي بداية الجلسة في آسيا، صعد سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يونيو حوالي 5%، وبلغ سعره 19 دولارا و57 سنتا، بعدما سجل ارتفاعا تدريجيا بلغت نسبته 25% خلال يومين متتاليين. أما سعر برميل برنت تسليم يوليو فقد ارتفع 2.4% في اليوم الأول للتسعير. سجل مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية ارتفاعا شهريا الشهر الماضي بنحو 100 نقطة وبقيمة تداول بلغ 29 مليون ريال عماني. وفي موضوع آخر، دعت الهيئة العامة لسوق المال جميع المهتمين للمشاركة بمرئياتهم في مسودة ميثاق حوكمة الشركات المملوكة للحكومة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة. أكثر من 2% مكاسب شهرية سجلها السوق المالية المحلي، ويعزى هذا التحسن في الأداء نتيجة للإقبال على بعض أسهم الشركات خاصة من قبل المحافظ الاستراتيجية على بعض القطاعات وبعض الأسهم القيادية. عمليات رفع الحظر وإعادة فتح الأسواق، هذا التفاعل أيضا
مع تحسن أسعار البترول سيدفع بالأسواق إلى اتجاهات إيجابية. طبعا الاتجاه العام سيبدأ التغير إن شاء الله كلما اقتربنا من فترة العودة إلى نوع من الطبيعية على الأقل. طبعا العودة الطبيعية راح تأخذ وقت، ولكن راح السوق راح يرجع إلى تقييم الشركات. هناك خصومات كبيرة أصبحت على الشركات نتيجة للأزمة، وبغض النظر عن نتائج الشركات والتي واضح أن الأسواق عم تتجاهل نتائج الشركات، الناس الآن تنظر إلى القيمة في الشركات. متوقع أن يستمر النشاط الإيجابي في السوق في حالة استمرار ارتفاع أسعار النفط وتراجع حدة وباء كورونا، حيث أن معظم الشركات المدرجة ومن باب الاحتياط اتخذت إجراءات استباقية في أخذ الحماية المسبقة من الآثار المحتملة لفيروس كورونا. أسواق المال العالمية: الأمريكية تحركت بشكل إيجابي ودفعت جميع أسواق جنوب شرق آسيا للارتفاع بشكل جيد، ويأتي ذلك لقرب افتتاح بعض القطاعات في تلك الأسواق، مما أعطى حافزا إيجابيا لبعض القطاعات التي يمكن أن تستفيد من معاودة الأنشطة، أبرزها قطاعات الطيران والنقل والنفط، إضافة إلى قطاع التكنولوجيا والتي أظهرت نتائج إيجابية للربع الأول من هذا العام. أما أسواق المال الخليجية فقد شهدت هي الأخرى نشاطا على خلفية الارتفاعات في أسواق المال العالمية، إضافة إلى استئناف بعض الأنشطة التجارية في بعض الدول، انعكس إيجابا على نفسية المستثمرين والإقبال على بعض أسهم الشركات التي شهدت انخفاضا حادا خلال الفترة الماضية. لا زالت أسعار النفط تتعرض لضغوط متفاوتة بسبب الطلب وتحديات التخزين التي أصبحت مشكلة بحد ذاتها أكثر من الطلب، فيما شهدت العديد من الدول تراجعاً بمنحنى الإصابات بفيروس كورونا، وبدأت في التخفيف تدريجياً من إجراءات الغلق، مما سيؤدي إلى رفع الطلب على النفط والتقليل من المخزونات. سعود بن سعيد المعوري، مسقط. بعد الموافقة على خطة إنقاذ لنظامها المصرفي، تعتزم لبنان طلب دعم مالي من صندوق النقد الدولي لمواجهة ما بات يعرف بالسقوط الحر لاقتصادها. يعتزم لبنان طلب مساعدة من صندوق النقد الدولي بعد أن وافق على خطة إنقاذ اقتصادي تنطوي على خسائر كبيرة لنظامه المصرفي، وذلك في الوقت الذي يستهدف فيه رسم مسار الخروج من أزمة تعتبر أكبر تهديد للاستقرار منذ الحرب الأهلية في الفترة بين عامي 1975 و1990. وقال رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب إن لبنان سيستخدم الخطة للتفاوض بشأن برنامج لصندوق النقد الدولي، وذلك بعد أن وافق عليها مجلس الوزراء. الآن مع هذه الخطة كقاعدة يمكننا من خلالها بناء لبنان الغد. سنمضي في طلب برنامج مع صندوق النقد الدولي وإضفاء الطابع الرسمي على مفاوضاتنا مع الدائنين لسندات اليوروبوند والمضي قدما فيها، وبالتالي تخفيض عبء الدين عن مواطنينا وتقديم رؤيتنا لطريقة التعافي الاقتصادي إلى أصدقائنا الدوليين وشركائنا والمستثمرين في الداخل والخارج. وتقول الخطة المؤلفة من 53 صفحة إن الاقتصاد اللبناني في حالة من السقوط الحر، وإن هناك حاجة ماسة لحزمة إنقاذ مالي دولي، وتتسبب الأزمة التي ترجع جذورها لعقود من الهدر العام والفساد وسوء الحكم في تنامي المصاعب الاقتصادية وتغذي الاضطرابات. وقتل متظاهر أثناء أعمال شغب في طرابلس شمال البلاد هذا الأسبوع، وأصيب العشرات من قوات الأمن خلال الاضطرابات. وتخلف لبنان المثقل بأحد أكبر أعباء الدين العام في العالم عن سداد ديون سيادية في مارس أذار للمرة الأولى، وأعلنت الحكومة أن احتياطيات العملة الصعبة بلغت مستويات منخفضة للغاية، كما فقدت الليرة أكثر من نصف قيمتها، وحيل بين المودعين وبين مدخراتهم منذ أكتوبر تشرين الأول عندما اندلعت احتجاجات في عموم البلاد على النخب السياسية الحاكمة. وشهدت أسعار السلع الاستهلاكية زيادة بلغت 50% منذ أكتوبر تشرين الأول
في بلد شديد الاعتماد على الاستيراد. ويعتبر صندوق النقد الدولي على نطاق واسع سبيل لبنان الوحيد للحصول على تمويل يحتاجه بشدة. وتقول حكومات أجنبية قدمت الدعم للبنان في السابق إنه يتعين عليه تنفيذ إصلاحات تأجلت طويلا قبل أن يحصل على أي دعم هذه المرة. بهذا التقرير نصل بكم إلى ختام النشرة الاقتصادية. من الآن فنتحول للزميلة مزون الحسنية لتصحبكم مع جولة في الأخبار الرياضية. شكرا لكم وإلى اللقاء. شكرا طلال، أهلا بكم مشاهدينا. مع بدء البرتغال تخفيف قيود فيروس كورونا، أعلن رئيس الوزراء أنطونيو كوستا أنه ينبغي استئناف الدور الممتاز بالبرتغال في عطلة نهاية الأسبوع الأخير من شهر مايو الحالي. وأوضح كوستا أنه يجب لعب المباريات بدون أي جمهور على الرغم من أن القرار لا يزال خاضعا لموافقة السلطات الصحية في البرتغال. الجدير بالذكر أن الموسم الكروي للدوري البرتغالي قد تبقى عليه 10 مباريات فقط. أعلنت سباقات ناسكار للسيارات أن موسم 2020 سيستأنف من دون أي جمهور على حلبة دارلينغتون في جنوب كارولينا في 17 من شهر مايو الحالي، حيث سيكون هذا السباق هو الأول من 7 سباقات تقام على مدى 11 يوما في دارلينغتون وشارلوت موتور سبيدواي، حيث من المقرر استئناف السباق بعد انقطاع دام لمدة 2 بسبب جائحة فيروس كورونا. فازت البلجيكية كيكي بيرتينز بلقب بطولة مدريد المفتوحة الافتراضية للتنس، حيث تغلبت بيرتينز في النهائي على الفرنسية فيونا فيرو ب6 أشواط مقابل 2. وتأتي هذه البطولة عن بعد لتكون دافعا للبقاء في المنزل في ظل الظروف الحالية التي يعيشها العالم جراء جائحة فيروس كورونا. مشاهدينا، وصلنا بكم إلى نهاية الأخبار الرياضية. عودة الآن إلى الزميل يعقوب المعمري. شكرا مازون. 11 مايو المقبل هو اليوم الذي حددته السلطات الفرنسية لتخفيف الإجراءات وعودة الحياة تدريجيا إلى طبيعتها. وينتظر الفرنسيون كبقية شعوب العالم انتهاء هذه الجائحة، فماذا سيفعلون؟ الإجابة في هذا التقرير. ماذا ستفعلون بعد انتهاء الإغلاق الكلي والعودة إلى الحياة الطبيعية؟ سؤال طرح على الفرنسيين في مدينة باريس بعد إعلان فرنسا عزمها لتخفيف الإجراءات الاحترازية في مواجهة كورونا بشهر مايو المقبل، وأتت بعض الإجابات كما يلي: الكثير من الأشياء أرغب في عملها بعد انتهاء هذه الجائحة. في أعلى قائمة تلك الأشياء تصفيف الشعر، سوف أذهب إلى مصفف الشعر، وبعد ذلك سأحصل على جلسات عناية بالبشرة. سؤال جيد، لا أعلم، لست متأكداً من رغبتي للعودة إلى العمل في المكتب. أعتقد بأنني سأستمر بإتمام أعمالي في المنزل، هكذا سأعتني بحفيدتي بشكل أفضل. سأحضن أطفالي بقوة، بالتأكيد سأقوم بحضن العديد من أحبتي وأصدقائي، ولكن أطفالي هم في المقام الأول. سأتصرف بحرية تامة بعد فترة طويلة من التحذيرات والقوانين. أعتقد أنني سأخرج برفقة أصدقائي إلى أحد المطاعم، سنجتمع ونضحك ونتذكر هذه الأيام. من المتوقع جداً أن يتغير العالم إثر تجربة كورونا، وتتغير معه العديد من الأفكار، ويتم إعادة ترتيب الأولويات. فما كان قبل كورونا مهماً وأساسياً قد يصبح في آخر قائمة الاهتمامات، وربما العكس. وإلى أن يأتي اليوم الذي يعلن فيه السيطرة التامة على فيروس كورونا وعودة الحياة إلى طبيعتها، من المؤمل أن يكتشف الناس أنفسهم خلال فترة العزل الكلي، وتتجلى لديهم حقيقة اهتماماتهم وهوياتهم. وفي ختام النشرة تذكير بأبرز العناوين: وزارة الصحة تسجل 99 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في السلطنة.
الأمين العام للأمم المتحدة ينتقد انقسام المجتمع الدولي في مواجهة تفشي جائحة كورونا، ويعترف بإخفاق مجلس الأمن في إعلان وقف إطلاق نار عالمي. هذه تحيات فريق العمل في مركز الأخبار، شكرا لكم.